معاني أخرى تنقل لنا أجواء الارتباك النفسي التي سيطرت على مشاعر الملك، والتي امتدت لتسيطر على بقية أفراد العائلة المالكة ورجال الديوان الملكي وأفراد الحاشية. وهذه شهادة من الملكة ناريمان تستعيد فيها تلك اللحظات الحرجة والصعبة. اتصل أول بسفير كانيكا ستيفنسون، وعلموا كلهم كانوا في التصيف، وطلب طبعا التنازل لابنه، وكل اوضه جنبه التيتو انه تحبوا تقعدوا مع حتى فريده امكو. قال لي انا هاخد الولد. علي ماهر بيقول لي خلي الولد ويبقى تحت وصايا، وعملنا نقيت انا الامير محمد عبد المنعم. وجه الملك الى بناته الثلاث فريال وفوزيه وفاديه، حضنهن والدموع في